هذه باش نعاودوا هذه الدوره ان شاء الله في مدينه القنيطره ويعني بنفس المركز لهذه الاعتبارات، لان الناس شغوفه لهذه الحرفه هذه اللي هي جديده على بلادنا. الحمد لله اللي جبنا خبراء يعني في الجزائر وفي مصر اللي عندهم خبره في هذا المجال هذا، والشركه يعني كما قلنا تتخذ ديما على العاتق ديالها باش يعني نجيبوا دائما الجديد من الحمد لله لبلادنا، اي حاجه تنفع بلادنا الحمد لله احنا نكونوا من الاوائل اللي ان شاء الله نجيبوها لبلادنا ونساعدوها ونساعدوا الشباب باش انه يقوي ذاته يعني يعمل ويزيد لقدام. هذا هو الهدف ديالنا، هدف ديال الشركه ماشي هو هدف يعني نقول له مادي محض، ولكن فيه هدف انساني اللي اي حاجه الحمد لله اللي احنا اكتسبناها واللي عندنا تنشاركها مع الاخوان ديالنا، لان كما الى علمتي واحد الحرفه اللي يعني يقتات بها الوقت ديال اليومي ديالو راه كاينين الناس وراه يعني خمسه سته، وهذا بحد ذاته راه واحد الانجاز اللي الحمد لله تتفتخر بها الشركه تيبسا ديكور اللي تتكون يعني رائد في هذا المجال هذا اللي هو طولاتيه الابعاد اللي 3 دي. والحمد لله كما تنقول لكم يعني تتابعوا شركه تيبسا ديكور في هذا المجال هذا ديال 3 دي اللي توعدكم انها دائما غادي تكون في الاوائل وغادي تقدمكم الافضل. وتنشكروا يعني القنوات يعني الرسميه يعني فيهم يعني السلطات المحليه في يعني سعيد الباشا اللي تاحنا الفرصه باش انه يعني نكونوا متواجدين في هذه المدينه هذه السعيده، والناس بحال سي اسميتو الرئيس ديال المركز يعني خالد سي خالد اللي تنشكروه بهذه المناسبه هذه. والحمد لله كما قلنا لكم هذا هو اسميتو تنشكروا يعني الصحافه يعني قنيطره 36 اللي تنشكروا هذه المناسبه هذه اللي حضرونا انا هذا النشاط اللي هو رائع ان شاء الله، وهذه هي هديه مغربيه وهذا الشيء اللي بغينا في المغرب يجي لقدام ان شاء الله، وديما الله الوطن الملك. الايبوكسي هو جديد في السوق، وهو بديل ديال الرخام والزليج والكارلاج والفايونس كاع جميع انواع الارضيات. يعني علاش بحد ذاته هو لقاوه ضد البكتيريا، يعني فيما يخص ضد البكتيريا داروه في الوزينات، داروه في لي باركينغ، داروه في المستشفيات، يعني ولا ضروري ما يندار في الارضيه. لذلك تنصح الاخوان عادي يجوا يتعلموا يدخلوا الدوره. شفنا الدوره هنا معنا العيالات، معنا عادي شيء يفرح فاش تشوف حتى العيالات تلقى لي فيديو ديالهم ويخدموا لي بوكسي، متفاهمين؟ يعني شي حاجه اللي تفرح صحابي. بالمناسبه نشكر قناه قنيطره 36 على الحضور ديالها اللي كان دائما. الاستاذ ياسين بحكم انك يعني انت مقوم، يعني التجاوب ديال واش لقيتي تجاوب مع المشاركين وتيستوعبوا يعني بسرعه؟ هي بيان سور راه حتى في لابوج ديالنا ديال تيبسا ديكور في الفيسبوك تيدخلوا يهضروا ويقول لك الحمد لله راه استفدنا راه منا راه يعني ماشي شي حاجه ما تحش راسك راك تخدم في الهواء من تراك. يعني وشي يفرح فاش يمشوا من بعد الدوره محمسين باش يطبقوا باش يخدموا للناس باش يعني شي حاجه اللي جديده الناس زعمه عليها. واش ياسين تتبقى المتابع يعني هاد الناس اللي تياخذوا يعني الشواهد ديالو تتبقى متابع يعني خصهم شي حاجه تيتصلوا بكم تتبقاو متابعينهم؟ اه بيان سور. في الكلمه الاولى اللي نمدوها في الدوره هي الدوره ماشي غير 3 ايام، يعني من بعد 3 ايام كاين متابعه، كاين تليفون، كاين يمكن حتى وين نجوا ندخلوا معاهم حتى في المكان ديال التطبيق ديالهم ونطبقوا معاهم ونعاونوهم. يعني ما غاديش تكون هذيك 3 ايام ديال الفورماسيون وقال لي صافي، لا غنتابعوه حتى وين ما شد راسه مزيان وطلق يديه مزيان في ليبوكسي ويكون ان شاء الله ناجح في هذا الدومين.
اليوم كما تشوفوا احنا يوم الاحد 7/5/2017 نتواجد في بهو جميل في جو جميل بمدينة جميلة بفضاء جميل وفضاء مركز التكوين وتقوية قدرات النساء أولاد وجيه التابع لمؤسسة محمد الخامس للتضامن. كما تشوفوا الآن احنا واحد الورشة ديال ما يسمى بالإيبوكسي. هناك خبراء من مصر، هناك خبراء من الجزائر، وهناك خبراء من المغرب. هذه التقنية الجديدة ديال الإيبوكسي اللي استفدوا منها مجموعة من الأقاليم المغربية. تنشوفوا هنا كاين أكادير، كاين مراكش، كاين الدار البيضاء، كاين وجدة، كاين تطوان، كاين الحسيمه، كاين مراكش، كاين هناك مجموعه من المدن اللي جاوا الاخوان باش يديروا التعاليم. وهذه تدخل في واحد اطار واحد المقاربه تشاركيه مع المجتمع المدني، وكذلك من اجل خلق فرص للتشغيل. خدعنا الاسبوع الماضي لواحد التكوين في مؤسسه محمد السادس اللي صارت على مؤسسه محمد الخامس بشراكه مع ماروك بيمي وكذلك مع لاجي زد ديال المانيا. هذا المشروع هذا التنموي الجاد الهدف ديالو تيسعى، حنا غادي نكونوا بيلوت. كاين دو سونتر اللي كاينين عندنا في مدينه القنيطره، كاين واحد هنا في ولاد وجيه، وكاين واحد في الوفا جوج اللي تيشرف عليه الصديق ديالي والفائل الجمعاوي الاخ التبياوي. حنا غادي نتكلفوا باش غنديروا المواكبه ديال المشاريع التنمويه في مدينه القنيطره فيما يتعلق بالمقاول الذاتي، فيما يتعلق بالتعاونيات، المقاولات الصغرى، وكذلك الجمعيات وحامل المشاريع. حنا اللي غنجمعوا هاد الناس، وحنا اللي غنديروا المواكبه ديالهم بالفعل بشراكه مع ماروك بيمي ومع لازيا زاد. هذا المشروع اللي قلت كما قلت اللي سطراتو مؤسسه محمد الخامس للتضامن. والهدف ديالنا دائما ماشي غير الانسان ياخذ المشروع يجي يتكون ويمشي، ولكن الهدف ديالنا هو انه القولي على فرص الشغل. والتكوينات غتكون في لا بروسبكسيون دي بروجي، في المونتاج دي بروجي، ديفلوبمون بيرسونيل، ليتيد فينونسيير. اذا هناك مجموعه من المحاور، من المواضيع الهامه اللي غادي ترقى بالمستوى ديال المقاول او ديال الباحث عن الشغل. وتنشكر كذلك دائما كينيطرا 36 التي تواكب جميع الانشطه الثقافيه والجمعويه والتربويه في مدينه القنيطره. ومن هذا المنبر تنطلب من الشركاء ومن المتدخلين انهم باش يساعدوا هذه الفئه الهشه لاجتثاث الفقر والهشاشه. وشكرا. الدوره هذه رقم 15 اللي دارت مدينه القنيطره، والحمد لله لقات نجاح واقبال كبير بالنسبه لجميع ديال الفئات، ما بينهم الفئه النسويه والفئه الشبابيه ديال مدينه القنيطره وخارج المدينه الاقليم، بما من المغرب كامل جاونا الناس. وهذا كيدل على ان النجاح الباهر اللي حققته الشركه باش تخلق فرص الشغل للشباب ديال المنطقه وجهه ديال الغرب وما يخص المغرب كامل. حنا عندنا الهدف ديالنا انه الانسان يشغل ما يسمى التشغيل الذاتي وخلق مقاوله ذاتيه ويخرج من ذاك النطاق اللي هو كينحصر في نطاق العزله زي ما كيسمى البطاله وداك الشيء. حنا الهدف ديالنا على الدوره ان الانسان كله كنتمنوا ان المشاركه تكون مكثفه، الشباب باش يستافدوا من هذه التقنيه الجديده ما تسمى مجال الايبوكسي الارضيه ثلاثيه الابعاد اللي ستعطي جمالية داخل المنزل أو لا داخل المكاتب والمعامل. هذه الدورة هذه الهدف منها مسطر جدا، ما كينحصرش على الشباب، كينحصر على النساء، الشباب. ما عندناش مشكل، أن المشكل يكون عنده نيفو ولا ما يكونش عنده نيفو، قاري ما قاريش. حنا الهدف ديالنا هو نوصلوا له الفكره ونوصلوا له هذه التقنيه الجديده وهذا الشيء باش يخدم، باش يشغل راسه بيده. الدوره اللي تنتمنى من الله سبحانه وتعالى انه الدوره المقبله اللي غتكون ان شاء الله في القريب العاجل غنعلنوا عليها ان شاء الله في المنبر، من خلال هذا المنبر ديال قنيطره 36، جريده قنيطره 36، غنعلنوا على التاريخ الجديد لهذه الدوره التي ستكون بنفس المكان ان شاء الله، نفس المكان، نظرا لحسن المعامله ديال الرئيس اللي كنحييه بحراره وكنشد بيدي بحراره، اللي لقينا منه واحد التجاوب، لقينا منه تجاوب وواحد التفاعل اللي دار معنا، يعني جميع مكننا من جميع التجهيزات ديالهم
وهذا الشيء كنشكروه وكنحيوا فيه هذه روح المواطنه وهذه روح المواطنه اللي كيمتاز بها السي خالد ازوار. كنشكرو بدوري باسم الطاقم ديال الشركه كامل كنشكرو وكنحييه بحراره وكنشد بيديه وكنتمناو ان الناس يكونوا في المستوى ديال السي خالد ازوار رئيس المركز اللي قدم لنا جميع المساعده واليد المساعده ووفر لنا جميع التجهيزات ديالو وكنشكرو بزاف باسم الشركه وباسم المشاركين والمتدربين كما كنشكر السلطه المحليه وكنشكر العامل ديال صاحب الجلاله ديال المدينه اقليم مدينه القنيطره وكنشكر السيد الباشا وكنشكر جميع الاعوان السلطه وكنشكر جميع حتى الاعوان والمنتخبون والاعوان ديال هذا التكوين كنشكرهم بزاف لان لقينا فيهم واحد الدعم ولقينا فيهم واحد الروح ديال المواطنه اللي باغين هذه المدينه وبغاو البلاد تمشي وهذه هي كنسميوها تمغربيت وكهذا هو الهدف من هذه الدورات وكنشكر الصحافه بدورها على الحضور ديالها اللي قدمت لنا تهيئة تشاركت معنا وقدمت لنا يد ديال المساعده وكنشكر جميع المتدخلين في بانجاح هذه الدوره التكوينيه وشكرا. الاسم ديالي شيماء البيض، عندي 18 سنه، جيت من مدينه الرباط على ود هاد الفورماسيون ديال ليبوكسي. تعلمنا بزاف الحوايج، هي فورماسيون كدار في 3 جوغ. النهار الاول علمنا اول مرحله كدار في ليبوكسي وكانت غير نظري، كيعلمنا وكنقيدو وكنشوفو المراحل اللي خصنا نديرو. وثاني يوم كان على التطبيقي، كنا كنطبقو داك المراحل اللي درنا. وكيف ما كتشوفوا معنا ثالث يوم درنا اخر مرحله في ليبوكسي اللي هي تطبيق الصوره وهادشي اللي كاين. انس الغوشي، مدينه الدار البيضاء، ممثل الجمعيه الخيريه الاسلاميه لسيدي البرنوصي. جيت كنشكر الشركه ديال تيبسا ديكو على هاد لا فورماسيون اللي استفدت منها الشيء الكثير، بحكم ان هاد المهنه هادي جديده في المغرب وبزاف الناس باقيين ما عارفيناش، وليا شرف كبير انني نتعلم ونستافد من هاد الدوره التكوينيه واللي استفدت منها بزاف صراحه وتعرفت على اصدقاء جداد. بالنسبه للتجربه ديالي مع تيبسا ديكور كانت احسن حاجه عملتها، باسكو خدمنا من دابا 5 شهور هادي باش تعلمنا مع تيبسا ديكور. اخت شيماء خدمتي حمام كنظن؟ حمام. ومن بعد خدمت لافامي ديالهم حمام طابلة اكسيتيرا. حنا كنمثلوا نسى ديال راهم المغرب وراهم ديال العالم كومبلي، هادي رسالة غنوصلها كاع النساء. وكي يا شيماء، النساء راكم قادين توصلوا وتعملوا اللي راكم تبغيو. النساء تقولوا الحكان حكان ساهل، نتوما تحديتو ندخل اي دار هلقى الدار ديالها كتشعل، حكاتها بواحد الطريقه ما تخيلوهاش. علاش ما تقدروش تشدو كاريت الحوش وتخدموا؟ نتوما قادرين تهبطوا الحيط كومبلي. النساء هذه رساله ليكم، قدوا داركم باش ما راكم تشهاو، ما تخليوش شي واحد يجي يقول لكم شي حاجه ولا يفرض عليكم شي حاجه، خملوها كيف ما راكم تبغيو، شي ساهل. عندها الحق، حنايا قادرين نعملوا اي حاجه، قادرين نوقفوا على رجلينا، ما نتكلوش على واحد اخر. على حقاش المراه فعلا ضعيفه، ولكن ملي كتبغي شي حاجه كتوصل لها. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على خير الانام. الحمد لله جينا لهاد الدوره هذه التكوينيه ديال ليبوكسي، والحمد لله هادشي زوين وفهمنا كل شيء دغيا. حرفه زوينه، بانت لنا حرفه جديده وزوينه، وتوكلت على الله جينا درنا هذه الدوره التكوينيه. المهم حسيت براسي تقت في راسي ان شاء الله، وغادي نبدا ان شاء الله نبدا في راسي. هو الاول عندي واحد البيت في الدار بغيت نبدا فيه نتعلم فيه وان شاء الله يكون خير. شكرا.